في نهاية الثمانينات تحديداً في عام 1987 قررت فيراري تنتج هذه السيارة وأنتجت هذه السيارة الأسطورة F40. طبعاً في البداية قررت فيراري تصنع 400 نسخة حول العالم خليفة لل 288 GTO، وإن شاء الله قريباً إذا جيت هنا المعرض نصور لكم إياها بإذن الله تعالى. فلما قررت تصنعها انصدمت فيراري أنه عدد اللي طلبوا شراء السيارة أكثر من 3000 شخص، عدد كبير جداً مقارنة بالكميات اللي تصنعها، يعني قرابة زيادة 10% من الإنتاج. فقررت فيراري رفع الإنتاج من 400 ل 1311 سيارة، وبعض المصادر تقول 1315، فأنتجتهم. وغالبية الفورتيز تراها باللون الأحمر، أعداد السيارات الفورت اللي تيجي بغير اللون الأحمر قليل جدا، بعضها كان باللون الأسود، بعضها كان يجي باللون الرصاصي كانت لسلطان أوف بورني، بالإضافة اللون الزيتي وأصفر، ألوان عديدة. لكن يعني خلنا نقول ممكن توصل نسبة 98% من السيارات الفورتي تيجي باللون الأحمر، حتى للفورتي الأم. طبعا في نسخة الفورتي الأم كان اسمها في البداية كان اسمها الأم، ثم تغير إلى F40 كومبتنايز، أو خلنا نقول كومبتيشن باللغة الإنجليزية، بسبب سباقات صارت فاضطروا إلى تغيير الاسم. طبعا محرك السيارة 8 سلندر 2.9 لتر توين تيربو يولد 478 حصان، لكن حنا معانا النسخة الأمريكية. طبعا نسخة المواصفات الأمريكية مختلفة عن نسخة المواصفات الأوروبية، وبشرح لكم إياها. طبعا هذا اللي قدامنا ما بين 505 إلى 515 حصان، والسبب لأن وزن السيارة هذه أثقل من وزن الفورتي النسخة الأوروبية، والسبب يعود إلى أنه تلاحظون بسبب المواصفات المقاييس الأمريكية لازم تركب الحواف هذه، فزاد من وزن السيارة. بالإضافة لو تلاحظون في الخلف نفس الحكاية مع هذه الجهة، في الأوروبية ما راح تلاحظ، بالإضافة إلى لمبات الفرامل هذه مضافة ولكن في الأوروبية ما هي موجودة. ولو ندخل جوا نصور لكم جوا، الداخلية برضو مختلفة، نوع الطبلون مختلف، فالسيارة فيها اختلافات عن الأوروبية. طبعا لازم تلف السيارة بقوة بحكم السيارة قديمة. أبرز منافسين F40 لهم لامبورغيني ديابلو، بالإضافة إلى بورش 959، وهذه كانت الأسرع من بينهم في التوب سبيد. وفي فترتها، أو خلنا نقول في الفترة كانت فيها هذه السيارة، كانت أسرع سيارة في العالم إلى أن جاءت مكلارين F1 واخذت الصدارة منها. طيب السيارة هذه لما تيجي تشتريها يعطونك 3 مفاتيح، طبعا مفتاح عشان تشغل السيارة، أو خلنا نقول تدق سلف، بالإضافة إلى المفاتيح الثمانية، لكن خلنا نكمل مفاتيح الثمانية، 2 هنا و2 من الجهة الثانية، بالإضافة إلى مداخل أبواب أو مقابض أبواب، وفيه هنا. لكن السيارة كل 9 سنوات لازم تغير طرمبة البنزين، فلما غيروا طرمبة البنزين اضطروا إلى أنه يغيرون هذه بالكامل. طبعا قصة سريعة، السيارة هذه لما جاءوا يغيرون طرمبة البنزين لما ودوها مصنع فراري انصدموا فراري أنه السيارة هذه موجودة، السيارة كانت مختفية فترة طويلة، ففراري قررت أن تقول أنه هذه السيارة تالف لأن السيارة هذه مختفية. فلما جاءوا شافوها انصدموا أن السيارة هذه موجودة. نرجع نكمل، لو تلاحظون هنا ديزاين دي برفرينا، طبعا مو كل فورتيز فيها التوقيع هذا، توقيع من فرينا، فهذه تعتبر ميزة للسيارة هذه. وزي ما ذكرنا لكم السيارة هذه نسخة أمريكية، في النسخة الأمريكية أو السيارات الفورتي جات بالمواصفات الأمريكية 300 نسخة فقط، بينما الأوروبية 1011 أو 1015 حسب المصدر. لو تلاحظون هذا سنتر لوك، فهو أصلا يجي زي الكاب، لكن هم شايلينه علشان توضح معالم السيارة. طبعا ليش ما فيها 4 أو 5 بلوكس؟ لأنه هذه أسرع تفكها وتغير الكفر على طول، ما يحتاج تأخذ وقت في السباقات أو غيرها. نرجع نكمل في السيارة هذه، لو تلاحظون الزجاجة الخلفية T5 هذه 213 نسخة حول العالم تيجي بهذا القزاز، أما الفورتيز الباقيات تيجي بقزاز العادي. طبعا لو تلاحظون
لما تيجي تطلب السيارة فراري يسألونك تبي الاكزوست العادي والاكزوست السان ستيل. طبعا الاكزوست سان ستيل صوته اعلى من صوت الفورت العادية، لكن للأسف ما عندنا المعلومة هل هذا بالاكزوست العادي ولا الاكزوست الرياضي، او خلنا نقول الصوت الاعلى. لو تلاحظون زي ما ذكرنا لكم المفاتيح عشان تفتح خلنا نقول الكبوت او الشنطة او الجهة الخلفية، طبعا للأسف مضطر او تضطر ان يشيلونها شخصين لانها ثقيلة، وفي نهاية في مساعد واحد يكون ماسك السيارة. وهذه السيارة، تفاصيل السيارة الجميلة، لاحظ فتحة التهوية، السيارة موديلها 1990 قدامنا، لاحظ جمال وتفاصيل السيارة أمامك، لاحظ فتحة التهوية الأجناب. تلاحظون فراري فيها العلامة هذه خفيفة كأنها ستيكر مو بحديد، لو تلاحظون مو بحديد علشان خفة الوزن، ولو تلاحظون حتى هنا ما هي بحديد، جاية كأنها بلاستيك أو شيء خفيف، ليش؟ عشان تخفيف الوزن. لو تلاحظون تحت في زي الكسر هذا علشان الهوك، هذه مو مشكلة في السيارة. طبعا نتكلم عن الإضاءة، الإضاءة اللي تلاحظون هنا في لمبات وفي هنا لمبات، طبعا اللمبة هذه واللمبة هذه كلهم فيها لمبة على العالي، لأنه أنت في الصباح مرات ممكن تضطر تولع على العالي، فما يحتاج تفتح هذه عشان تكبس أو تكشح حسب الاسم اللي تقوله. طيب خلصنا من برا، ندخل جوا الآن في قلب الجميل السيارة هذه. طبعا احنا ما ذكرنا لكم موضوع التانك، طبعا تانك السيارة يعبي 120 لتر، ما هو مثلا 60 أو 70، فحجم التانك كبير فتحتاج تعبي من الجهتين. طبعا لو تلاحظون هذا مو كربون فايبر، زمان ما كانوا يستخدمون الكربون فايبر، الكربون فايبر مستخدم في السيارة في الداخلية فقط في المقصورة الداخلية، لكن باقي السيارة ما هو من الكربون فايبر. طبعا لو تلاحظون القطعة هذه تنفك الأعلى بالكامل، بالإضافة الجهة هذه العلوية تنفك بالكامل، 30% من السيارة ينفك بالكامل. تلاحظون هذا الثلث والثلث الخلفي كلها تنفتح للأعلى. طيب ندخل جوا السيارة، تفتح بهذه الطريقة، ولو تلاحظون هذا هو الكربون فايبر. قبل ما ندخل السيارة هذا هو طبعا برضو الكربون فايبر من الجهة الثانية، كذا تفتح السيارة. طبعا الإكزاز هاندل كله علشان تخفيف الوزن. طبعا يجي تفاصيل البعض يراها عيب، لكن أنا أراها من جمالية السيارة. لو تلاحظون كيف كمان زمان كان الشغل، لو تلاحظون هنا في دبابيس، ما كان الشغل احترافي مرة، وقد يكون هذا البعض يقول إنه هذه ما هي ميزة، ممكن ترى هذا كله عشان تخفيف وزن. لو تلاحظون خفيف القماش، من القماش في النهاية ترى ياخذ وزن، يعني لو تلاحظون لو نطلع البوية، بوية السيارة ترى سووا عليها مرة واحدة بس، يعني صبغوا السيارة مرة واحدة دهان، ما طبقوها أكثر من مرة عشان يعطون اللون أصلي 100%. لو تلاحظون فيه تموج، ما أدري إذا هو واضح في التصوير ولا لا، لكن لأنهم رشوا البوية مرة واحدة علشان يخففوا وزن السيارة. على سبيل المثال مكلارن بي 1 الإكسبوز كاربون فايبر ما كانوا يحطون عليها بوية بس عشان يوفرون كيلو ونص. ندخل السيارة، والطريقة الصحيحة لدخول السيارة تميل جسمك بهذه الطريقة وتدخل للسيارة. ودخلنا السيارة وخلنا نقفل الباب. داخلية الفراري الفورتي داخلية بسيطة جدا 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 للسيارة الرياضية، هم سووا لك إياها علشان تستمتع فيها في الحلبات وتستمتع في السيارة نفسها، حتى السيارة بدون راديو لأنك أنت تستمتع بصوت الثمانية سلندر العظيم اللي وراك. طيب هذه السيارة، طبعا العداد عداد الـ RPM، عداد السرعة. لو تلاحظون السيارة ماشية 461 كيلو ثاني أقل سيارة ممشى F40 في العالم. طبعا في عداد زيت الجير، زيت المكينة، زيت الجير، بإضافة إلى ضغط التيربو، ضغط التيربو اللي هو الـ PSI، ويعلمك على درجة الحرارات الموجودة. تلاحظون هنا وهنا، لو تلاحظون هنا برضو في علشان الإضاءة ترى تشغل وتطفي، أو خلينا نقول تفتح اللمبات، بالإضافة لهنا موضوع عشان إذا صار عندك ضباب. طبعا هذا المكيف زي ما هو واضح قدامكم، هذا زر تشغيل الماكينة، طبعا تحط المفتاح ثم تضغط الزر عشان تشتغل. طبعا الجير عادي 5 سرعات، طبعا الجنط يدوي مو بالكتروني، طبعا زمان السيارة موديلها 1990 فطبيعي ما يكون فيها جنط احترافي أو أرضي حتى. طبعا السيارة ما فيها ABS، ما فيها مانع انزلاق، السيارة تعتمد على الإنسان بشكل 100%، يعني مو أي شخص يسوقها. طبعا طارتها
ثقيلة جدا السيارة طارتها، ما هي خفيفة يعني، لأنه ما فيها ما هو يعني خلنا نقول إلكتروني أو ذكي. بالإضافة للفرامل، السيارة فرامل السيارة ترى مرة ثقيلة لأنه ما فيها أنظمة تساعدك. السيارة تعتمد على قيادة الإنسان واحترافه 100%. تلاحظون هنا اللمبة العالية على الواطي، هنا الفليشر، هنا المساحات الجهة الثانية على اليمين. سيارة بسيطة جدا ما فيها أي تعقيدات. لو تلاحظون حتى هنا ما في جلاف بوكس، لو تلاحظون هنا خفيفة كيف جاية اللي هو الشماسية، ولو تلاحظون هنا برضو حتى ما فيها قزاز، ولو تلاحظون حتى هنا صغيرة جدا. مواصفات السيارة ما يعني السيارة صنعت عشان تحارب فيها في الحلبات. طبعا كثيرين ناس يقولون انه اول اف 1 سياره ما فيها مانع انزلاق، الكراره جي تي ما فيها مانع انزلاق، ما فيها اي بي اس، ما فيها اي انظمه حمايه. طبعا حتى الاف 40 ما فيها. هذا البول حق السياره. خلنا نطلع من السياره بهذه الطريقه. خلصنا من الاف 40. طبعا لازم نقفل الباب بقوه، للاسف ما قفلناه، كذا تقفلت السيارة. خلصنا لحلقة الفراري الفورتي، السيارة عظيمة جدا. إن شاء الله ما أكون نسيت شيء، نسيت أذكر مواصفات. إن شاء الله المقاطع الجاية إذا جيت أصور سيارة أذكر مواصفات أكثر، أفصل أكثر عن السيارة. انتهينا حلقة هذا اليوم، أعتذر عن الإطالة. في النهاية هذه السيارة أسطورة، حرام ما تذكر كل نقطة جمالية في السيارة هذه. عموما شكرا لكم على مشاهدتكم، أرسل المقطع لواحد يحب الـ F40. عموما انتهينا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.